عايشين بيه النهارده بس امي بقى عشان تشيل شيء انا راح هذيك اللي تشوفها ترى عيال الناس اللي كاينين انا حاسه انا شي ضربوني انا علاش ولا تجي الناس كاملين كيبكيو شوفوا الضرب اللي على الثاني علاش هذيك الخرفه مع الداخليه وكيعاملونا بحال ما فهمتش انا يعني قالت لي الخدامين ما علينا ما بيناش يهضروا معايا بالادب قولي عافاك هذاك اللي جاي خاصو يمشي علاش كيديروا هاد الحاله وصمكني شو صرات وحتى شاهدي عساك مصمكني وانا ما صمكني لا شي تكون تكتب هاد الشيء اللي قال لا حرام عليهم لا شو قلت انا فيهم هضرت معايا بالادب هضرت معايا بالادب يقول لي اشي علاش ضربوه ضربوه فرا ضرب ضرب